زي ما حضراتكم عارفين عندنا السنة دي أهم حدث بارالمبي في العالم وهو دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. هنتكلم طبعا عن الاستعدادات واستعدادات مصر ليها وباقي كمان البطولات أكيد المؤهلة خلال الشهور القادمة مع ضيفنا العزيز جدا كابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية. صباح الهنا يا كابتن، صباح الخير. نورنا يا فندم. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ومصر كلها بخير. سعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا ملف مهم جدا هنستغل وجود حضرتك بقى معانا وتشريفك لينا النهارده بان احنا نفتحه ونعرف من حضرتك كل تفاصيله. بس نستأذنك نبتدي بحضرتك شخصيا، بشخصك. وحضرتك بطل بارالمبي سابق في كرة الطايرة جلوس وليك انجازات كبيرة، فيعني لو نقدر نختصرها كتمهيد كده فتح كلام مش اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني طبعا الواحد بيبقى محرج ان هو يتكلم في حاجه زي كده. ده يا فندم ده واقع، حضرتك بتقر واقع وبتحكي لنا عن انجازات انت اللي حققتها. الحمد لله. انا كنت لاعب بارالمبي في منتخب مصر لكره الطايره من 86 85 كنت لعيب في منتخب مصر، واعتزلت شاركت في كل الاحداث اللي في وقتها. شاركت كلاعب وكمدرب في عدة دورات بارالمبية، 4 دورات بارالمبية، من 2 كلاعب و2 كما بين إداري ومدرب ومدير فريق. وحاليا أنا عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية. يمتد نشاط البارالمبي ل 40 سنة ما شاء الله، 40 سنة في الرياضة البارالمبية. فعاصرت كل الاجيال، عاصرت انشاء اللجنه البارالمبيه نفسها، عاصرت لما كانت اتحاد، عاصرت يعني ايه كانوا 5 6 بس اللي بيلعبوا رياضه، وبعد كده وصلنا ل 10 او 12 الف بيلعبوا رياضه بارالمبيه. رصدت الحدث ان رصدت ازاي الرياضه بتحول المعاق او ذوي الاعاقه من شخص مش قادر حد يستغل امكانياته لواحد النهارده عضو فاعل في المجتمع. ده كل اللي اقدر اقوله يعني. ده مش قليل ابدا. لا لا لا، عملت في مصر، كنت عملت اول بطوله افريقيه للكره الطايره، عملت اول فريق دخلت نشاط في الشركات، عملت اول بطوله عربيه. الحمد لله يعني ساهمت برضه بمجهود مع زمايلي كلهم، عملت اول انشات اول اتحاد مصري بارالمبي متخصص لكره الطايره جلوس في 2019 في 2018 مع مجموعه من زمايلي من ذوي الاعاقه. يعني كنت صاحب فكره ان المعاق لا شيء يخصنا بدوننا، يعني لازم المعاق يخش ويتفاعل وان هذا تتيح له الفرصه ان هو يشتغل ودي لعبته ودي نشاطه ودي بيته ودي يعني كل 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 اعماله. جميل. انا بقى هاخد من كلام حضرتك برضو، لان انا وكريم مهتمين جدا بالملف ده. حضرتك قلت الموضوع كان متوقف زمان على 5 6 لعيبه بارالمبيين، دلوقتي عندنا بالالاف. معلش الطفره دي والنقله النوعيه دي ممكن نتكلم عنها بالتفصيل اكتر. ايه سبب النقله دي وايه سبب التالق بتاع ابطالنا البارالمبيين وايه اللي حصل عشان نوصل دلوقتي ان احنا عندنا الاف؟ واللي حصل اكتر كمان ان هم اللي بيجيبوا لنا الميداليات الاكتر في اي اولمبياد او بارالمبيكس اصلا عن الاولمبياد، فيعني انتوا اصحاب الرصيد الاكبر، فدي قصه نجاح حقيقيه. خلينا نعرف يعني سريعا مع حضرتك سببها. احنا تقريبا احنا عملنا 184 ميداليه اولمبيه في تاريخ مصر كله اللي امتد من سنه 72. سر النقله او سر الانجاز دوت او سر ان يبقى في النهارده متفوقين في المكان ده هي جينات، والجينات دي امتدت لنا من حاجتين وهم اللي ساهموا في انشاء الرياضه البارالمبيه. اكتر مؤسستين منتظمين او فيهم نظام المؤسسه العسكريه والنادي الاهلي. ودي جديدة. الله بقى. ودي جديدة. ايوه بقى. المؤسسه العسكريه احنا بدانا رياضه دي عارفينها يعني بتتكلم عن نفسها. الرياضه البارالمبيه بداها الفريق انور عبد اللطيف سنه 72 بقرار من سياده الرئيس الله يرحمه انور السادات، وشاركنا في دوره هايدلبرج في المانيا في 72 باثنين او ثلاث لاعبين. 76 النادي الاهلي والمؤسسه العسكريه ساهموا في تمويل البعثه المسافه دوري تورنتو اللي احنا حققنا فيها 7 ميداليات. وكان الموضوع يقتصر على المصابين العسكريين. المصابين العسكريين دول باصرارهم انضم لهم بعض المعاقين من ذوي الاعاقه المدنيين، وابتدت الروح بقى تتنقل. انا رجل مصاب حرب، عندي اصرار، عندي عزيمه، عاوز احقق.
ابتدت العزيمه دي تتنقل او الاصابه والتحدي يروح التحدي تتنقل من المصابين العسكريين للمدنيين العاديين. ابتدى بقى تمتد من اجيال لاجيال 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 لغايه لما وصلنا لهذا الكابتن.